بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله العظيم. نحن أحرار بلاد الشام نعلن لكم عن تشكيل كتيبة حرب التابعة للجيش السوري الحر القطاع الجنوبي. نعاهدكم بأننا سنقوم بالدفاع عن أهلنا وشعبنا ونكون الجند الأوفياء لله والرسول والمؤمنين، وأن النصر قريب بعون الله وبعون حرب أهل العزة، حرب أهل النخوة والشجاعة والشرف. فأن لكم منا أن ننتصر أو نموت، والشهادة طرقنا إلى رفع راية الدين وعلى كلمة الحق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تكبير. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.